الخير عليكم أعزائي المشاهدين في فقرة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو السيد أحمد محمد الزعابي. أهلا وسهلا فيك سيد أحمد. أهلا وسهلا. شرفنا برنامجنا الأسبوعي رواد النجاح. سيدي الكريم، نبي نعرف مين بيكون سيد أحمد محمد الزعابي وكيف كانت بداية حياتك المهنية. نعم، أحمد الزعابي طبعاً أنا دارس حقوق كلية القانون. بدأ الموضوع كهواية، هواية حب الخيل، إلى ما وصلنا لليوم الحمد لله بفضل. يعني من دراستك غير والبزنس هذا غير. هي الدراسة طبعا كان ما لها أي علاقة في هوايتي، ولكن حبي للهواية هذه خلاني أتعمق فيها أقرأ وأدرس أكثر فيها. بما أنه سيد أحمد هاي هوايتك، متى كانت بدايتك أو كانت أول مرة مارست فيها الهواية تبعك في أرض الواقع؟ يعني أنا اللي أذكره، يعني أتكلم عن الماضي، ما أدري كم كان عمري، لكن أذكر في أول هدية خذيتها من والدي كانت عبارة عن فرس. كنت في صف ثالث إعدادي أتوقع أو ثاني إعدادي، فبديت يعني عبارة كانت هدية فرس، يعني لما والدي حب يشجعني على، لأن شافني أحب الخيل وهذا، فهو كانت البداية عن هدية، ومن هذه الهدية بدينا، يعني بديت القصة، بديت أنك تتوسع في البزنس تبعك هنا. بالضبط. نعم. طيب خلينا نتعمق شوي في عالم الخيول. احنا بنعرف كثير انه في كثير سلالات للخيول في العالم، منها السلالة العربية، منها سلالة الخيول العربي، وفيها الأندلسي وفيها الإنجليزي. خبرني السلالات الموجودة عندكم في المربط. نعم، طبعا مربط رأس الخيمة متخصص يعني بشكل كامل للسلالات العربية وتحديدا لخيول الجمال. نعم، فاحنا مش بس السلالة العربية، عندنا السلالة العربية اللي في خط الجمال فقط. طيب احنا بنعرف انه الخيول مثل كافة الكائنات الحية عندها سلوكيات واشياء يعني بتسويها على حسب المحيط اللي هي فيه. خبرني كيف تتعاملوا مع هذه السلوكيات. طبعا شوفي، مهم جدا اليوم ان اللي يتعامل مع الخيل يكون يعني يحب الخيل، عارف كل خيل عنده، او حتى صاحب الخيل او الهاوي يعرف كيف يتعامل مع الخيل اللي قدامه. اليوم احنا عندنا خيول عصبيه، عندنا خيول لطيفه مع 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 التعامل مع البشر، في خيول لا تخاف وترجع وتحاول تهجم ممكن. فدائما الواحد لازم يكون عارف طبيعه الحصان اللي قدامه وكيف يقدر يتعامل وياه. كيف تتعاملوا معها مثلا في مرحله الغضب؟ شوف، هي يعني التهدئه، ونعطي الخيل عندكم سلوكيات معينه، يعني احنا نعطيها، نصدر لها بعض الاصوات، نحاول نمسح على رقبتها، على يبهتها، لين ما تحس بالامان والطمانينه ان الشخص هذا مش ياس، يعني انا جاي اذيك او جاي يعني ممكن ان اخوفك، لا انا سلوكيات معينه. نعم. طيب سيد احمد، بما انه عندكم ما شاء الله مربط، خبرني كيف يتم الاهتمام بالأحسن من ناحية الغذاء والرعاية الصحية. يعني في عالم الخيول، شو على حسب انت شو الخط اللي احنا ماشيين عليه يعني. فيعني اليوم خيول الجمال اكلها وتغذيتها يختلف عن خيول السباق، يختلف عن خيول القدره. فدائما احنا عندنا فيتامينات معينه، عندنا اكل معين، شركات معينه نتعامل معاها على اساس نوصل لكونديشن معين في الخيل احنا يعني ناويين نوصل له. ما شاركت في سباقات كذا؟ ما شاركت في مسابقات؟ نعم، مربط راس الخيمة من المرابط الحمد لله اللي دائما مشارك ومتواجد في مسابقات الجمال بشكل دائم. مسابقات الجمال صح؟ نعم، مش سباقات مثلا السرعة وكذا؟ لا، لأن احنا نفس ما قلت لك، احنا مربط راس الخيمة متخصص بنسبة 100% لخيول الجمال فقط، فاحنا اخذنا خط الجمال هذا ومثل ما تقولين توغلنا فيه، والحمد لله المربط اليوم متواجد على مستوى الدول وحتى على المستوى الخارجي الاوروبي متواجد في مشاركات. طيب شو الاجراءات اللي بتتبعوها مثلا مع الاحصنه قبل السباق؟ قبل مثلا السباقات هاي تبع الجمال؟ يعني شوفي، الخيل يمر بعده مراحل لما يكون جاهز لمرحله المشاركه. مرحله العمر تبعه كم يكون؟ لا، في مسابقات الجمال تبدا من 6 شهور تقدرين تدخلين، لان الخيل يقدر يعرض وهذا.
طبعا ما له عمر محدد حد يعني. اقصى يعني المهم يكون الحصان بس بصحه جيده ويكون متوفره فيه المواصفات المطلوبه لمسابقات الجمال. مثلا المواصفات المطلوبه للمسابقات شو هي؟ يعني شوفي اليوم آلية تقييم الخيل في مسابقات الجمال تعتمد على عدة أشياء. أول شيء الهوية العربية للخيل، بعدين تكلمين على الرأس والرقبة في الحصان نفسه أو في الخيل. نرجع عقب ناخذ موضوع الجسم الخيل بشكل عام، القوائم والحركة. فإحنا يعني تهمنا هالمواصفات تكون موجودة في الخيل زين على اساس نقدر ندخل في مسابقه الجمال. طيب وبالنسبه للمسابقات هاي تبع الجمال بتسوي للاحصنه ميك اب كذا سمعت قبل؟ نعم هو يعني تمر نفس ما قلت لك الخيل عده مراحل. المرحله الاخيره هي مرحله التجهيز اللي تنحط له زيوت معينه وتنحط له يعني على اساس يبرز ملامح العين. لا احنا ما ندخل لمرحله الصبغ، ولكن ندخل مرحله مثلا اللي هو اللمعه التلميع وزيوت بعض الزيوت على الشعر وعلى هذا اللي تبرز جمال الخيل أكثر. حراويش الحصان هذا من ابطال المربط ومن الخيول اللي لها انجازات، وابن احد الابطال العالميين ابوه طبعا الحصان المعروف إميرال جي. طبعا الناس ما قلت لك يعني شوفي انت لو تلاحظين في هذا الخيل الجبهه العريضه العين البارزه دائما تميز الخيل العربي، ودائما تشوفين الرقبه من الاشياء اللي احنا نركز فيها في مواصفات الجمال. نعم لدخول المسابقات. نعم طبعا هذا الحصان جاي بذهبيه بطوله دبي الدوليه في اعمار الاقل عن سنه، ويايب فضية الأمهر في بطولة الفجيرة، فيعتبر من الخيول اللي ما شاء الله لها إنجازات عندنا في المربط. الحين طبعا براويش بنكمل جولتنا، براويش باقي خيول المربط. يعني راويش هذا الحصان مثلا، هذا الحصان له إنجازات طبعا، هذا من السلالة المصرية ستريت إيجيبشن، فعنده فضية البطولة المصرية بطولة السلالة المصرية في الأفحل، وعنده برونزية المربين بطولة المربين لهذه السنة. يعني هذا بتشاركوا فيه كثير يعني؟ إيه نعم، هذا من إنتاج المربط أري كي الوليد، من الخيول ما شاء الله اللي أثبتت جدارتها. طبعا هذا انا دائما اقول عنه فخر المربط، لان هذا الحصان شارك على مستوى الامارات وشارك على المستوى الاوروبي له 5 بطولات، 3 منها ذهبيه و2 فضه، فيعتبر من الخيول اللي لها انجازات كبيره. طبعا هذا حصان بولش، يعتبر اسمه ديمش جي من انتاج مربط دبي، وابوه بطل العالم شنغهاي مملوك للشيخ عمار. يعني ما شاء الله منقيينهم بطريقه يعني دائما في خيول الجمال احنا نهتم بالتركيبه بالسلاله، عندنا وايد مهمه. بالنسبه لهذا؟ هذه طبعا مهره من انتاج بطل العالم كحيل الشقر، ومن انتاج المربط طبعا المهره هذه عمرها 10 شهور. هاي اللي توها شاركت في بطولة الفجيرة، جابت المركز الثالث في أول مشاركة لها، فنعتبر يعني بداية جيدة. بداية جيدة نعم. أكيد. بالنسبة لهاي؟ هذه أحد الأفراس المنتجة اللي هي أمهات، اعتبرها من الأفرس المنتجة في المربط، لها أكثر عن إنتاج وما شاء الله إنتاجاتها قديمة تعتبر يعني تعتبر من الإنتاجات القوية. نعم. هذه عين جيم مرمرة من إنتاج مربط عجمان مملوك للشيخ صاحب السمو الشيخ عمار،
الفرس هذه طبعا لها بطولتين برونزيات والحمد لله هذه بس في اول مشاركه لها العام الماضي جابت اثنين تشامبيون برونز، وان شاء الله وان شاء الله نتامل انه يكون لها انتاج او انتاج ومشاركه قويه السنه ان شاء الله. بالنسبه لها هذه ار اي كي لورا من انتاج البطل المنتج العالمي لمربط دبي الرشيم. هذه طبعا من الخيول المنتجة في مربط عجمان. لسه طبعا هذه مشاركات الحين بتشارك ان شاء الله في بطولة عجمان. لسه ما شاركتها؟ لا. هذه ممكن لو تذكرين الحصان الاول اللي شفناه برا، هذه اخت من الاب، هذه بنت إميرالد جي، حصان طبعا عالمي معروف، وهي طبعا من انتاج مربط عجمان كذلك، لها انجازات وايد كثير ما شاء الله. كم عمرها؟ هذه يعني تقريبا 3 سنوات و8 شهور الحين. هذه الفرس حبيبة الكل هنا في المربط لأنها شو اسمها هاي؟ هذه اسمها ورد. ورد؟ هي ورد. ورد طبعاً من أكثر الأفرس اللي تجيب سكورات في الحركة في البطولات ما شاء الله، فما شاء الله عليها من الخيول القوية، وحالياً بعد ننتظر إنتاجها إن شاء الله في القريب. سيد احمد، قبل اللقاء شفنا ما شاء الله عندكم كثير من الجوائز، خبرني عن ابرز الجوائز اللي تحصلتوا عليها. نعم طبعا خلينا نبدا من الاخير مثل ما يقولون، من اخر الفتره الاخيره. يعني الفتره الاخيره نعم، عندنا الحمد لله حصلنا ان البطوله الذهبيه للامهر في بطوله الشارجه هذه السنه، والسنه الماضيه كذلك حصلنا عده بطولات منها الذهبيه والفضيه والبرونزيه في ابو ظبي في الشارجه وفي عجمان، فالحمد لله كانت مشاركاتنا على جميع مستوى الدوله وفي جميع البطولات تقريبا قدرنا نحصل على بطولات. ما شاء الله لكم التوفيق بعد من مزيد من النجاح. سيد احمد فيك تعطينا الموقع الرئيسي للمربط واذا عندكم مواقع تواصل اجتماعي مشان يتواصلوا من خلالها اعزائي المشاهدين؟ نعم طبعا مربط رأس الخيمة يقع في إمارة رأس الخيمة أكيد في منطقة الرفاعة بالقرب من شارع الإمارات، هذا كلوكيشن. وطبعا احنا كذلك متواجدين في مواقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام اللي هو rak_stud، فموجودين في التواصل. طيب كثير حلو. طيب سيد أحمد خلينا نتكلم شوي عن موظفينكم. نعم طبعا مربط راس الخيمه في يعني مجموعه من الموظفين، طبعا على راسهم انا دائما اشكره ولفضل علي انا شخصيا يعني هو الحاج ابو مصطفى، هذا بدا وياي وانا تقريبا في يعني بداياتي لين اليوم، فاليوم اتكلمين عن مرحله الطفوله يعني عن مرحله يعني صار يعني 17 او 18 سنه، فهذا من المؤسسين المربط وما زال موجود لين اليوم. وطبعا وبدينا عد هو كان لحاله يعني اول ما بدينا المربط، واليوم الحمد لله رب العالمين صار عندنا عدد كبير. بنوجه له تحيه عبر برنامجنا. سيد احمد خبرنا عن رؤيتك المستقبليه. يعني احنا دائما يعني نحط خطط لتطلعاتنا، اليوم احنا على مستوى مشاركات الخيول نطمح للمشاركة العالمية اللي احنا بدينا فيها العام الماضي في الصيف الماضي، والحمد لله يعني قدرنا نسوي كذلك يعني بعض الانجازات، نطمح لانجازات اكبر على المستوى الخارجي، المشاركات الخارجية خارج الدولة. وبالنسبة للمربط يعني طبعا احنا رؤيتنا انه يكون عندنا واحد من اهم مراكز بتجهيز خيول الجمال في دولة الامارات. اكيد لكم التوفيق سيد احمد. سيد احمد احنا بنعرف انه دولة الامارات هي تعتبر واحد للامن والاستقرار، هذا اكيد بيرجع اكيد للقيادة الرشيدة في دولة الامارات، خبرني شو بتعني لك انت شخصيا عن الامن والامان؟ يعني
في الأول والأخير دائما حتى على مستوى أنا خليني أكلمك على مستوى خيول الجمال. لما نرجع للداعم الأساسي نشوفهم حكام دولة الإمارات. يعني أنا اليوم أتكلم عن مربط رأس الخيمة بصفتي واحد من شركاء المربط. مرابط الكبيرة اللي هو مثل مربط البيت تابع الشيخ محمد بن راشد، مربط عجمان تابع لسمو الشيخ عمار النعيمي. هذه المرابط هي تدعم المواطن وهي اللي تعطي الدافع أن يشارك وتعطي دائما في سواء في بالخيول تدعمه بالسي من اللقحات تدعمه سواء معنويا أو ماديا. يعني يعني فعلا في بعض المرابط هي مثل ما تقولين حتى حلم كل مواطن انه يعني يقتني شيء من هذه من خيولهم، لان فعلا هذول واصلين مرحله عالميه وينافسون على مستوى العالم. طبعا. طيب شو رساله سيد احمد تقدمها لشيوخ حكام الامارات على هذه النعمة؟ نعم طبعا الشكر طبعا لصاحب السمو رئيس الدوله ولنائب رئيس الدوله ولحكام دوله الامارات واولياء العهود. شيوخنا دائما داعمين لنا، دائما هم لهم هم اساس نجاحنا واساس يعني التوفيق والاشياء اللي احنا نوصل لها اليوم. لو نرجع للداعم دائما بتكون بفضل بعد الله سبحانه وتعالى، اكيد يرجع اكيد بفضل الشيوخ وحكام الامارات. قدم لهم رساله شكر عبر برنامجنا واد النجاح. في الختام سيد احمد فيك قدم رساله شكر لانسان عز عليك او انسان كان داعم لك فتره حياتك المهنيه. نعم طبعا اوجه رساله شكر الى والدي اللي هو اهداني في يوم خيل فرس عربيه، ومن يومها الحمد لله وصلت للمرحله اللي انا واصل فيها. وكذلك ما انسى شركائي في المربط واصدقائنا اللي هم دائما يقدمون الدعم سواء المادي المعنوي لمربط راس الخيمه. الله يحفظ لك الوالد سيد احمد، وان شاء الله نتمنى لك التوفيق على مدرستي، ان شاء الله توصل رساله الشكر عبر برنامجنا رواد النجاح. شكرا لك سيدي الكريم. في الختام شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، للقاء في حلقه جديده مع كفاءه جديده وامسيه طيبه للجميع.